يا شيخ جزاك الله خير، مقدار الدم الذي تصح فيه الصلاة لو من الدم النجس نجاسة مخففة؟ أما ما خرج من السبيل فهو نجس قليله وكثيره ولا يعفى عنه، وما خرج من غير السبيل مثل الخارج من الأنف أو من الفم أو من جرح في يده أو رجله فهذا الغالب أنه يسير لا يضر. ما يعني ما في له يعني مقدار الحد عرف، الحد عرف أجاب إلى هذا. فضيلة الشيخ، هل الدم طاهر أم نجس؟ وما أدلة الفريقين الذين قالوا بالطهارة وقالوا بالنجاسة؟ وما ترجيح شيخنا حفظه الله؟ الدم إذا كان مما ميتته طاهرة فهو طاهر، وإذا كان مما ميتته نجسة فهو نجس، هذا الضابط عرفت؟ فدم الحوت طاهر لأن ميتته طاهر، ودم الإنسان طاهر لأن ميتته طاهرة، إلا ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر فإن الحديث دل على أنه نجس لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المرأة يصيبها دم الحيض قال اغسل عنك الدم. فضيلة الشيخ حسن الله إليك، هل الدم الطالع من الجسم نجس؟ وهل يجب خلع الثياب عند أداء الصلاة؟ الدم الخارج من الجسم إن خرج من السبيلين أي من القبل أو الدبر فهو نجس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر النساء في الحيض أن يغسلن دم الحيض، وإن خرج من بقية البدن كالرعاف والجرح وما أشبه ذلك فأكثر أهل العلم يرون أنه نجس لكن يعفى عن يسيره، يعني على شيء قليل منه حتى ولو أصاب البدن أو الثوب. وبعض العلماء يرى أنه ليس بنجس، يقول لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، وكان الصحابة رضي الله عنهم في الجهاد تصيبهم الجراحة وتتلوث أبدانهم وتتلوث ثيابهم بذلك الدم، ولم ينقل أنهم أمروا بغسله، ولأن من فصل من الآدم طاهر، فلو قطعت أصبعه مثلا فالأصبع طاهرة، فإذا كانت الأجزاء إذا انفصلت فهي طاهرة فطهارة الدم من باب أولى، على أن الأجزاء التي تنفصل لا بد أن يكون فيها دم، لكن الاحتياط أن يغسله إلا أن يكون شيئا يسيرا جرح للعادة فلا بأس أن لا يغسله. فضيلة الشيخ، إذا توضأ الشخص، لكن لماذا لم تسأل هل ينقض الوضوء أم لا؟ فنقول إنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، أما ما خرج من بقية البدن فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أم كثيرا.